الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 14 من دورة التصميم بالبوتستراب. اليوم سنقوم بعمل تطبيق بسيط جدا على ما تعلمناه سابقا. سنعدل ونكمل على هذا القالب حتى يصبح مقبولا نوعا ما، ومن هنا سنتعلم كيفية التعديل على التنسيقات إن لم تعجبنا التنسيقات الافتراضية للبوتستراب. مثلا بالنسبة للناف، هناك مارجن بوتوم سنقوم بإزالته بعد قليل. أولا سنقوم بتغيير الباك جراوند بالنسبة للناف، هناك باك جراوند باللون الرصاصي الفاتح، سنغيره إلى لون آخر. سنعلم هنا على الناف، والكلاس ناف بار ديفولت تظهر هنا هذا اللون. سنضغط ونغير إلى اللون مثلا الأخضر، نختار اللون المناسب. ثم بالنسبة للبوردر كولر أيضا يمكن جعله ترانسبارنت أو نعيده بنفس باللون الأخضر، أيضا نغيره إلى اللون الأخضر، عفوا لا تتغير، لا أدري لماذا تغيرت الآن. الآن سأقوم بنسخ هذه القاعدة، كنترول سي، وأضعها في ملف style.css، وهكذا أكون قد غيرت لون الباك جراوند بالنسبة للناف. سأضغط على ريفريش. الآن لدينا هذا البوردر راديوس، لا أريده، المسؤول عنه هو الكلاس نافبار. لدي بوردر راديوس 4 بكسل، سأقوم بإلغائه. سأنسخ القاعدة ثم أضعها في ملف style.css، وهنا بوردر راديوس سأكتب 0. كنترول اس، ريفريش، كما ترى اختفى البوردر راديوس. ماذا سأغير ايضا؟ لدينا ايضا الكلاس نافبار، لديها ايضا مارجن بوتوم ب20 بكسل، سأقوم بإلغائه، لا أحتاج إلى هذا المارجن. سأضيف مارجن بوتوم 0، وهكذا سأقوم بإلغائه في كلا. لدي 2 نافبار، قام بإلغائه في كلتا النافبار. بالنسبة للروابط سأعلم على الأنكور، وسأغير اللون إلى الأبيض. هاشتاج 3F، هكذا تغير لون الأنكور. وأيضا يمكن التحكم في الفونت سايز أو التكست ترانسفورم، مثلا أبر كيس، فونت ويت، بولد. إذن كما ترى يمكنني تغيير التنسيقات الافتراضية للبوتستراب وعمل التنسيقات الخاصة بي. سأضعها في ملف ستايل. لدي أنكور أخرى في حالة كلاس، عفوا، ال LI، وهنا لديها الكلاس أكتيف وال LI الأولى. للرابط الأول لديها الكلاس أكتيف، بالتعليم عليها سأحصل هنا على التنسيقات في حالة الأكتيف وحالة الفوكس والهوفر. سأغيرها أيضا إلى الأبيض، ويمكنني تغيير الباك جراوند كالر إلى لون قريب من الأخضر أو هذا اللون مثلا.
وسأنسخ أيضا كل هذه القاعدة من كل هذه السلكتورز، وسأقوم بوضعها هنا ريفريش. أيضا يمكنني تغيير البراند نيم هنا أو وضع صورة مكانه لوجو، أو فقط أترك التكست وأغيره إلى اللون الأبيض. الكلاس نافبار براند كما ترى هنا الكلاس نافبار براند بهذا اللون، سأغيرها إلى الأبيض. والتكست ترانسفورم أيضا أبر كيس، ثم أنسخ التنسيقات وأضعها في ملف ستايل. هكذا أكون قد انتهيت من تعديل النافبار. كما ترى هنا الجيم بورتون أيضا لديه مارجن بوتوم، سأقوم بإلغائه. كما ترى هنا مارجن بوتوم 10 بكسل بالنسبة للكلاس جيم بورتون، سأنسخ الكلاس وأكتب التنسيق الخاص به هنا مارجن بوتوم 0. كما ترى الآن تم إلغاء المارجن بعد السلايدر. سأقوم بإضافة محتوى آخر كالتدريب على ما عملناه في الدروس الماضية. سأضيف هنا مثلا سكشن جديدة أو تيم مثلا. سأكتب تعليق أولا، ثم أقوم بعمل ديف بكلاس our team. قبل وضع المحتوى سأضيف الكلاس container لل our team حتى لا يحتل كامل الوجه. ثم سأقوم بإضافة dev class row. سأقوم بعمل grid system class row، ثم سأقوم بالتقسيم على 4. سأضع dev بكلاس call dash md dash 3. ثم أضع المحتوى. المحتوى سيكون عبارة عن صورة IMGSRC، ثم أضع هذه الصور. والألترناتيف تكست سأتركه فارغا. سأقوم بنسخ هذا الديف وتكراره 3 مرات اختصارا للوقت، ثم أقوم بتغيير الصور. سأضع H1 أو H2 وسأكتب فيه our team والكلاس text dash center التي نستخدمها لتوسيط النص. ثم أغير صور، أغير فقط الأرقام. لدي صور مرقمة. then refresh. سنرى كيف تظهر الصور وكيف يظهر الـ H1. نحتاج إلى المزيد من التنسيق. سأبدأ بالـ H2. سأقوم بإضافة الكلاس تكست سنتر لكل المحتوى. سيقوم بتوسيط النص وتوسيط الصور أيضا.
كما ترى سأقوم الآن بإضافة تنسيق للـ H2. سأبدأ بالكلاس Our Team أولا. سأضع Padding Top و Padding Bottom بخمسين بيكسل. ثم بعد ذلك الـ H2 الـ H2 سأضع له مارجن بوتوم بثلاثين بيكسل حتى لا يلتصق بالصور، يبتعد عن الصور قليلا. جيد، الآن سأوحد أبعاد الصور. سأكتب Our Team IMG وأضع Width 180 بيكسل و Height أيضا ب 180 بيكسل حتى لا تختلف أحجام الصور. جيد، هكذا نكون قد انتهينا من Our Team. سأذهب لموقع البوتستاب، سأضغط على Components وسأبحث عن شيء لم نستخدمه من قبل، مثلا هذا البروجريس بار، فقط لأعلمك أنه يمكنك استخدام أي شيء هنا فقط بالدخول عليه ونسخ الكود. مثلا هذا البروجريس بار، هذا مثال. استخدم الكلاس بروجريس ثم بروجريس بار، نضع القيم هنا في الاريا فولي نيو، سأستخدم مثلا هذا البروجريس بار او سأبحث عن هذا البروجريس اكثر جمالا من البروجريس الأول، سأستخدمه. سأضغط على كوبي لأنسخ الكود. يمكنك القراءة على الكلاسات هنا لتعرف كيف تشتغل وكيف تضع القيم، لن نتكلم عن ذلك اختصارا للوقت. سأذهب لملف الأندكس وفي الأسفل هنا سأضع تعليق. Our progress مثلا، أي شيء، نحن فقط نجرب. سأضع dev وأكتب فيه class our progress وأضع له أيضا class container وداخل هذا dev سأقوم بلصق الكود. سأبتعد قليلا وألصق الكود ثم أقوم بترتيبه. لدينا كلاسات هنا كالبروغريس بار ساكسس والبروغريس بار أنفو، هذه تعطي الألوان. إذن سأضغط على Refresh، كما ترى هكذا يظهر. سأقوم بإضافة H2 أيضا. سأكتب H2 وأكتب فيه Our Progress. سأضع له class text-center وسأكتب هنا our progress. ثم سأقوم بتعديل بسيط في ملف style. لدي هنا تنسيق خاص بال H2، سأقوم بإضافة Our progress هنا حتى يأخذ أيضا padding top و padding bottom.
وهنا يمكنني حذف الأور تيم هنا حتى يؤثر على كل H2. كما ترى هكذا يظهر البروجريس بار. سأقوم الآن بإضافة فوتر وإنهاء التصميم. سأكتب تعليق فوتر. سهل جدا، سأضع ديف أو فوتر مباشرة تاج ال HTML5 وأكتب فيه محتوى. مثلا سأضيف له الكلاس تكست سنتر حتى يتوسط النص. في النص سأكتب مثلا كوبي رايت، كوبي رايت، وأضيف علامة الكوبي، ثم 2022، ثم أضيف مثلا هذا الرمز، ثم أكتب مثلا أي شيء all rights reserved، ثم أكتفي. سأقوم بتنسيقه الآن. سأقوم بعمل inspect element وسأكتب التنسيق هنا ثم أنسخه. سأكتب مثلا background و padding أولا، padding top و padding bottom مثلا ب20 بكسل مثلا أو 30 بكسل، padding bottom أيضا ب30 بكسل. ثم أضع background color بأي لون، مثلا الرصاصي، ثم نختار هذا اللون الأخضر مثلا. بالنسبة للكالر سأجعله أبيض، والفونت ويت بولد. يمكن الاكتفاء. سأقوم بنسخ هذا التنسيق ووضعه في ملف ستايل. سأغير هنا إلى فوتر. ثم أضغط على ريفريش. كما ترى هنا موقع بسيط، قالب بسيط جدا، يعني تصميم بسيط جدا وأيضا متوافق مع الموبايل. كما ترى هنا قد يحتاج إلى المزيد من التنسيق، ولكن لا علينا الآن. اختصارا للوقت، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.